من الموصل معي عبر الهاتف لؤي أمين مراسل الأخبار الآن. لؤي مساء الخير. إذا الجيش يسيطر على حدود العراق مع سوريا، آخر تطورات لو سمحت. نعم مساء الخير. نعم الجيش العراقي اليوم على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أن الجيش العراقي وصل إلى كامل الحدود السورية العراقية، حيث بدأت عمليات آخر ما تبقى من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في هي المحصورة بين الصحراء وصحراء ما تسمى بالجزيرة والبادية بين محافظتي نينوى والأنبار والتكريت، حيث انطلقت هذه العمليات قبل أيام. ولكن اليوم أعلن رئيس الوزراء أن القوات العراقية وصلت بالفعل إلى الحدود السورية، لذلك تم تطهير كامل الأراضي العراقية من احتلال داعش. واليوم أعلن القائد العام للقوات المسلحة انتهاء الحرب على داعش، لذلك تكون المنطقة الحدودية الشاسعة التي كانت يعني هي ملاذ لداعش طوال فترة يعني كبيرة جدا، حتى قبل احتلالها مدينة الموصل هي كانت أوكار، هي كانت يعني أبرز المناطق التي يختبئ فيها مثل وادي حوران ووادي بعاج ووادي الجزيرة والبادية. هذه هي المناطق تم تحليلها بالفعل، اليوم أعلن عنها يعني رئيس الوزراء العراقي. طيب الشارع العراقي كيف هو اليوم عندما نتحدث بعد كل هذه المعارك والمؤازرة طبعا للمواطن العراقي؟ الشارع كيف هو؟ ردود الفعل فعل المواطنين بعد دحر داعش؟ نعم اليوم يعني اليوم بعد هذا الإعلان يعني كان هذا يعني إعلان نصر كبير جدا بالنسبة للعراقيين بعد أن اجتاح داعش 40% من أراضي العراق. اليوم تم إخراجه من هذه الأراضي بالكامل، يعني مواقع التواصل الاجتماعي والشارع كله تفاعل مع هذا الخبر، وكله كان أمل أن لا تعود مثل هكذا جماعات مرة أخرى إلى هذه المناطق أو إلى احتلال مدن أو قرى أو قصبات. طبعا الحكومة أعلنت أنها يعني حتى مسك الأرض ويعني تطهير المناطق قد تم بالفعل، ومسك الأرض على كامل الحدود والجزيرة البادية. جزيرة والبادية هي منطقة كبيرة جدا، يعني صحراء الرمادي وكذلك صحراء نينوى وتكريت امتدادا وصولا إلى منطقة بيجي وإلى مناطق أخرى، يعني كلها تم مسك الأرض فيها وتطهيرها بالكامل. نعم شكرا على كل هذه المعلومات من الموصل مراسل أخبار الآن لؤي أمين.